الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله سمع الله لمن حمده
الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام